شلونكم طلاب بهذا الفيديو راح نشرح عن مادة الشبكات وراح ناخذ آخر موضوع عندنا بالمنهج اللي هو الدليفري والفوروردينج اند راوتينج عندنا مصطلحات لازم نعرفهن الدايركت دليفري والانديركت هسه ناخذ ان شاء الله بتسلسل أول شيء إن شو راح يصير يعني كامتحان اغلبيه تعتمد على شنو يعتمد على الراوتر الراوتر هو اللي راح يحدد لي الشبكة اللي انا بدي اوصلها او الهوست وباقي التفاصيل لكن مبدئيا خلينا نعرف شنو هو الدايركت دليفري انا حاليا بهذه النيتورك بهاي الشبكة او بهذا الراوتر لما اتصل بهذا الهوست فاتصال بي مباشر شنو يعني المباشر؟ انه انا ما طبت على راوتر ومن راوتر لراوتر حتى اوصل الشبكة الثانية لا انا حاليا بشبكة واحدة واقدر اوصل لاي هوست اريده سواء على اي بي ما يهمني واذا كنت انا بهذا الراوتر فأني هذا الراوتر اتصالي هذه الشبكه ايضا يعتبر مباشر لان اقدر عن طريقه اوصل للهوست فاذا قال لك انه انت بالراوتر مثلا هذا اسمه ار1 وشنو نوع اتصال بهذه النتورك فتقول له دايركت لان انا متصل بهم مباشره بينما لو كان عندي هنا مثلا راوتر ثاني هذا الراوتر يتصل بهذا فيصير عندي هيك شي حاله اندايركت مثلا عندنا بهذا المثال هنا هذا الهوست اللي يوصل لهذا الديستنيشن لهذا السورس والديستنيشن اذا اريد ارسل رساله من هنا لهذا اذا نلاحظ اوبر عن طريق راوتر ثم راوتر ثاني يا الله وصل فهذا يصير Indirect فاذا كان شغلنا انا بهذا الراوتر مثلا وقال لك يا هو اللي مرتبط آه عفوا يا هو مرتبط دايركت فاقول له هذه الشبكه مرتبطه دايركت وهذه مرتبطه دايركت بينما هاي ما مرتبطه دايركت ليش؟ لان مرتبطه براوتر ثاني تمام فاذا جينا قلنا انا حاليا بهاي الشبكه اريد اوصل لهذه الشبكه يا هي الدايركت يا هي الاندايركت فانا ما دام بهاي الشبكه ارتبط مباشره بمن ارتبط بهذه هذا دايركت وارتبط بهاي دايركت وهذه اندايركت ليش؟ لان مثل ما قلنا انه انا عبرت على راوتر ثاني هذه كمعلومه اساسيه لازم نحفظها او نعرفها عندي شغلتين اساسيه آه اللي اخذناها اعتقد بالكورس الاول اللي هي هاي الارسال شلون حيث انا دائما عندي شنو هذا الجداول اذا قال لك الروتينج تيبل بيسد اون routing أخليك اكبر الشاشه عمود تصير واضحه قدامكم اذا قلنا بيسد اون روت ان هذا شنو يقصد بيه انه الطريق كامل راح يطلع عندي يعني شلون انا حاليا بالهوست اي اريد اوصل رساله الهوست بي فدائما اخلي الديستنيشن شلون اقول مستقبل او اللي ادوس له رساله هنا انا انا لما ادوس ادوصل الهوست بي فبالنوع اللي بيست اون راوت شو اسوي راح اشوف الطريق اللي راح اعبر له مثلا اني اول شيء راح اطب 1 راوتر الاول وراح اطب على الراوتر الثاني يلا اوصل لمن يلا اوصل الهوست بي زين الجدول الثاني مال الراوتر الاول شو راح اشوف قدامه راح الراوتر الثاني وشوف الهوست بي من اوصل للهوست بي راح اشوف قدامي الهوست يعني من اوصل هالشبكه اشوف الهوست تمام اذا تلاحظ انه هذا الشيء راح ياخذ ما عندي وقت انه انا يعني كل مره راح احسب الطريق كليته تا يلا ارسل فهذا شويه يصير تاخير بينما عندنا شيء اسمه نيكست هوب هذا لا هذا الشبكه اريد ارسل مثلا رساله من الاي من هوست اي الى الهوست بي ايش راح اسوي اني الطريق اللي قدامي فقط شنو هو الار 1 راح انزل رساله للار 1 وبعد ما علي انا من جئت ولا يهمني وين رايح لان الار 1 هو راح يحدد الطريق مباشرة يشوف شنو اللي بعده اللي بعده شاف الـ R2 فمن الـ R2 ايضا شوف شنو اللي بعده شاف بعده مباشرة الشبكة والهوست فجرب مالته شلون حيرسم اقول له بي اللي اريد اوصل له يا طفرة راح اروح اروح عن طريق الراوتر الـ R1 فقمز لهنا اوكي فاجي هسه اني بالراوتر الاول الراوتر الاول لما قرينا عفوا اريد نوصل للهوست بي ايش راح اشوف قدامي؟ راح اشوف قدام الـ R2 فمباشره اقول له r 2 يجوز عليها زين هسه انا بالار2 شنو حل قدامي القى عند الهوست بي اللي هو النهايه طبعا هنا المفروض الهوست بي او ما عندي قفزه انا مباشره انا حاصل اوكي زين انا هنا انا كنت تحكي على الهوست هذا تحكي على الشبكه شلون احسن الموضوع طبعا انا حاط لنا عن الهوست وعن الشبكه سويه نجي على شكل الهوست انا حاليا بالاس شوف بدي اقول لك راجع تيبل فور بوست اس بيس المهم اي اوصل مثلا للاي والبي والسي والدي حطيناهن للي ابدا اوصل او دزنهن له صاله حطيناهن بتسلسل انا شلون اوصل لهن؟ راح اوصل عن طريق شنو؟ عن طريق الراوتر انا هنا عبر اعبر الراوتر هذا واوصل لهنا زين اذا اريد اوصل كشبكات تمام الهدف مالتي هو نتورك 2 انا وين حاليا؟ انا بالاس ف من الاس شلون اوصل للشبكه الثانيه؟ عن طريق الراوتر 1 تمام فصار عندي قفزة حتى أوصل زين نجي على هذا المثال برا عندي هنا أنا آني الهوست A أريد أوصل للهوست B شنو الطريق اللي يوصلني إلى فقال لي أريد توصل عن طريق الراوتر 3 شوف هنا قال لي عن طريق الراوتر 3 راح أوصل للهوست B زين هنا شنو عندي عندي network 2 شنو اللي يوصلني للشبكة الار الR1 هيوصلني للشبكة الثانية زين النتورك 3 شنو اللي يوصلني الها اقدر اقول له مباشره عن طريق من الانوان 1 عن طريق الار R3 اوصل للان N2 ان 3 اوكي يعني من هنا قمزه واحده اوصل اذا كنت مثلا بالان N3 وقال لي خلني اوصل للان N2 فراح اخلي destination N2 وال next hub 8 الار R2 هذا يعني شغله تفهم نجي هنا عندي نفس الحاله آه الحالة الثالثة، العفو، الحالة الثالثة اللي بقت عندي، إذا الشغل الديستنيشن ما أقدر أوصل له، مثلاً، الشغل ما أعطيك مثال، لأن نأخذ مثال جوا، وأشرحكم بالتفاصيل، عندي هسه شغل نظريا الموضوع أنا هسه دار أريد أوصل للأنتو فراح أوصل عن طريق شنو عن طريق الآر R1. أنا حالياً هذا الهوست، الـ وأنا بالشبكة الأولى، أريد أوصل الشبكة الثانية، شو راح أوصل لها؟ عن طريق الآر R1. زين، غير الآر R1. مثلا طاني اي بي هذا الهوست اللي ارد أوصله له آه مثلا مية او مية مية واثنين وتسعين مثلا كلاس سي اوكي اقدر اوصل له مباشرة بينما اذا انطاني كلاس اي مثلا سبعة السبعة ما موجود من ضمن الشبكات المتاحة تمام فأنا بش حال وين راح اروح هروح على الريست اوف ذا انترنت او يسموها الديفولت راوتر اوكي فهسه الديفولت راوتر من راح حيوصلني لها انا بالهوست اي اللي حوصلني الها الراوتر الثاني ممكن هذا الكلام يكون مفهوم حاليا لكن بالمثال ان شاء الله حيصير اوضح هنا يعني يبدي شغلنا كحل بالامتحان ماشي هاني لما يجينا اي بيات راح اقسم عندي جداول كلاس اي وكلاس بي وكلاس سي خلينا ناخذ طبعا هذه كلية فهم بداخل الراوتر هنا شغلنا احنا عندنا الفيجر 6.8 اللي هو هذا يقصد بي خليني شو نقول نفهم شو الموجود اول شيء عندي هذا الراوتر اسمه واحد هذا ار 3 هذا ار 2 عندي ذن الام 1 والام 2 والام 0 ذن شيء مثلا مثلا ال انترفيس اوكي الانترفيس يعني الواجهه اللي راح اطلع من عندها انا وهذه هي الشبكات هذه كل واحده بدائره هذه مثل الشبكه هذا 170 كلاس بي 145 كلاس بي 111 كلاس اي هو ال192 كلاس سي تمام غير ذا الكلاسات المتوفره مثلا انطاني مثلا الشبكه قال لي مثل ما قلنا شويه سبعه ما عندي ثاني شبكه اسمها سبعه يعني سبعه بوينت كذا رقم ما عندي هو راح يروح راح يروح على الراوتر الثاني يوديها على الديفولت ماشي زين هذا الحل مالته شلون راح يصير طبعا هو محلول بس نحاول شلون كله سرد لحد ما نوصل شيء نقدر نكتبه شكل الحل راح يكون بهذا الصورة خليني ناخذه على مود نرسم عليه كل السوالف اول شغلة بالحل أكتب الورقة راح اكتب هنا كلاس اي وبعدها اكتب كلاس بي وراها اكتب كلاس سي واخر شيء اكتب الديفولت تمام راح نجي على الراوتر الاول قال لي طلع لي مثلا جدول الراوتر من الراوتر الاول من الاول شنو عندي أنا يعني؟ عندي دائما ابدي بالدايركت لان كلهم متصل بيهم دايركت هذا متصل دايركت وهذا دايركت وهذا دايركت يعني ما عبرت على راوتر ثاني حتى اوصل وصلت مباشر اوكي فانا حاليا بالار 1 شنو عندي عندي كلاس اي هذا فراح اكتبه هنا من ضمن الكلاس اي عندي ثلاث شغلات عندي النتورك أدرس او عايش اكتبها من هنا هذه مباشرة نتورك ادريس وعندي Next Hub ادريس وعندي الانترفيس ادريس او انترفيس بس هنا لازم اكتب من ثلاثة اثنين اوكي فبالنتورك الشبكة اللي ابدا اوصلها هاني يعني. هي اوصل لمن الشبكة اللي عنوانها 111.0.0 أنا يعني بالراوتر الاول اوكي فهنا الاتصال حيكون مباشر ولا واحد 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 بوينت صفر, بوينت صفر. بوينت صفر. بوينت صفر. انا هنا احتاجت اقمز على راوتر ثاني لا ما احتاجت فاذا شو نسوي احط هنا نقاط اوكي زين انا شنو طلعت لهذه الشبكه طلعت عن طريق الانترفيس اللي اسمه ام صفر فراح اكتب هنا ام صفر عندي شبكه ثانيه هنا من نوع كلاس اي ما عندي فرضا لو كان عندي من نانة، نقوم M3. هنا نقول مثلا ام 3 وكانت هنا الشبكه تحتوي على وخمسة مثلا تمام دوت اكس دوت اكس اوكي فهاي 105 راح تنضاف ويا هذا اقول له هنا 105 دوت اكس دوت اكس عن طريق من وصلت؟ عن طريق الام 3 اقول له ام 3 واضح؟ زين نجي هسه على كلاس بي من عندي كلاس بي عندي 170 و 145 هذا يعتبر ضمن كلاس بي فخلينا نختصرها نقول له هنا 170 ب 140 اوكي او خمسة واربعين ما هذا بشنو ارتبط وياه بالدايركت عن طريق الانترفيس الام 2 فانا هنا شنو ما احتاجت للنكست هاب او فارغ. عن طريق ان الام تو. والمية واربعين خمسة واربعين. هذا ايضا ما احتاج شنو? ما احتاج راوتر حتى يوصل. ما احتاج قفزة مباشرة دايركت فعن طريق الانترفيس عن طريق الام 1 اوكي هذا الام 1 وصلني قبل. زين. انا بعد عندي النوب شبكه اللي هي هذه وعندي بعد احتمال الاخير اللي هو الديفولت او الريست اوف ذا انترنت اذا اريد اوصل لل هذه الشبكه لازم اعبر على راوتر ثاني ماشي زين من اللي راح يوصلني لهذا الراوتر هذي الارقام اللي موجوده على الصفحه هذا اذا اريد اعبر على هاي الشبكه فاللي راح يوصلني الي هو هذا الرقم وأعطيكم مثال يوضح لكم ايه الشغله اكثر بس كفكرة أولية اللي يريد يوصلني لهذا الشبكة أو لهذا النتورك من هو هذا الاي بي فراح أوصل عن طريق يا انترفيس الام صفر فراح اقول له هنا كلاس سي طبعا جد الاي بي 192 اقول له مثلا 192 اي رقم هنا اكس باكس ما يهم هذا منو راح يوصلني عليه راح يوصلني عليه هذا الاي بي اوكي اقول انه على عن طريق الاي بي هالنيكست هاب 111. الرقم اللي موجود وياه عامل السرعه اللي هو 111.15.17.32 الان 0 راح يوصلني هنا عن طريق هذا الاي بي زين منو الليجنال انترفيس اللي هو الام 0 تمام بوقت عندي حاله واحده اللي هي شنو اللي هي الديفولت راوت الديفولت راوت هو اللي يمثل شنو صفر بوينت صفر بوينت صفر بوينت صفر او نكتب مباشرة الديفولت ما يحدث عندنا بس شنو اللي حوصلني له حوصل عن طريق الام صفر اوكي عن طريق اي بي عن طريق هذا الاي بي اوكي دائما الاي بي اللي راح يوصلني على الشبكة هو يكون بعد الشبكة مالت اللي انا يعني واقف بيها يعني شلون هسه هذه الشبكة اللي راح اعبر من خلالها مو اللي وصلتني الراوتر الثاني هي هذه الشبكة اللي وصلني الراوتر الثالث هي هاي الشبكة تمام فبعد الشبكة مباشرة هو اللي راح يعطيني ال شو اقول مكان اللي اوصل له تمام فهنا بالديفولت شو حيصير عندي 111.30 فاقول له هنا بالديفولت اللي حيوصلني 111.30 30 فقط 30 بوينت اكس باكس عمود السرعة عن طريق يا انترفيس الام صفر زين على سبيل المثال انه انا ما قال لي بالراوتر الاول قال لي انت بالراوتر الثالث واشتغل لي نفس العمليات اللي حكيناها قبل شوي طلع لي مثلا كلاس اي وكلاس بي كلاس سي وشنو الانترفيس اللي حوصلني لهم تمام خلي اخذ الصورة من جديد اعتقد هي منسوخة تمام كنا احنا بالراوتر الثالث فشنو حاليا المرتبط عندي دايركت اللي مرتبط عندي دايركت صار هذه الشبكه وهذا الشبكه صارت دايركت اما البقيه ان فحاليا لما اجي على الشبكه اللي هي هذه ايش اقولها اقول له واحد 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 بوينت صفر صفر صفر, صفر. هذا كانت وورك النكست هاب انا ما عندي الانترفيس شنو هو ام 1 نجي على الكلاس اللي بعده اللي هو كلاس uh, c 192 هذا ايضا مباشر ايش اقول له 192 بوينت Fx اكس الانترفيس حاليا ما عندي عفوا النكست هاب ما عندي الانترفيس ام واحد مو ام صفر عفوا اوكي شنو بقى عندي بقى عندي الديفولت وبقى عندي شبكتين فوق ايش قلنا شلون نوصل هنا نوصل عن طريق الاي بي اللي بعد الشبكه هنا اذا ادوس على النكست هاب مالت الديفولت اطلع بي اي بي هذا الاي بي راح يوصلني الـ تروح عن طريق النكست هاب اللي هو واحد. Point point X. Point X. زين انا من طلعت. طلعت عن طريق الام 1 ام 1 على اللي بعد. الراوتر الثالث يعني وصلنا ذن الراوترين او ذن الشبكتين عن طريق منو عن طريق هذا الاي بي اوكي اقول له 111.25 طبعا اول شيء اكتب بيات 170 بوينت اكس بوينت هناك 145 بوينت اكس باكس النكست هاب مالتي حاليا من هو هذا اللي هو 111.25 111. خمسة وعشرين هذا ايضا مية وحداش بوينت خمسة وعشرين طبعا ويا الحكم له من اللي وصلني الهن وصلني الهن الام ون الواجهة مالتي ام ون بام 1 تمام اتمنى يكون الفكرة وضحت آه هذا الحل الاولي اللي حكينا عنه لما قلت انه انا بالراوتر الاول طبعا اذا كنت بالراوتر الثاني حيصير عندي مباشرة هذا ما احتاج لل نيكست هاب بينما البقية حاصل كلها عن طريق النيكست هاب بس هذا ترندي مباشر فرضا جانا هيك سؤال طبعا هذا التفاصيل هذا خاصة بالعمل او بالراوتر شلون يحدد الاتجاه عن طريق 28 بت هذا يعني مو داخل ضمن الامتحان لان انا مباشرة تن... لما الحق 192 راح اعرفه كلاس سي هل عندي انا هنا كلاس سي يحتوي على 192 اي هذا زين آه... 16 موجودة من ضمن ال... هذا اي موجودة 0.7 موجود اي هذا كله موجود نفس النتورك يبقى عندي الاخير الخاص بالهوست بما انه انا لقيت النتورك كاملة فالهوست اكيد متوفر زين هذا يعتبر على يا انترفيس راح يعتبر على انترفيس الصفر ام صفر اللي حيوصلني له تمام النكست هوب مالته هو النكست هوب نفسه اللي وصلني على 192 حيوصلني على البقيه فهذا مجرد راح نضيفه من ضمن الجدول هذا نقول عندي 192.16.7.14 عن طريق النكست هاب نفسه هذا والانترفيس هذا هذا كحل اللي بالامتحان نجي على هذا هذا موجود 197.24 دور هنا 127 ما عندي هنا 127 فش حيصير هذا؟ هذا راح يروح عن طريق منو؟ حيروح عن طريق الديفولت راوت رغم انه هذا يعتبر class B لان اجي هنا اعتذر على صعود ونزول السريع 167 يعتبر كلاس بي بس انا هنا أنا ما عندي لا هنا ولا هنا فوين راح يروح من الام صفر يجي هنا أنا عن طريق النكست هذا يودينا للريست اوف ذا انترنت او ديفولت راوتر يسموه اوكي يعني هنا يصير عندي بالديفولت راح يصير عندي الشبكه اللي بدي اوصلها مثلا اكتب رقمها اللي هو مية سبعة وستين أربعة وعشرين مية وستين خمسة عن طريق ال هذا يوصلني له هذا أيضا مثال ثاني يعني احنا فهمنا فكرة مالته المهم هذا مثال ثالث نقدر نشتغل على نفس الحالة هنا اه اتصال مباشر صار عندي كليته دايركت يعني الأم صفر راح على هذه الشبكة مية وخمسة وأربعين بوت أربعة عشر صفر صفر بس شنو الفرق هنا صاير عملية السبنتنج أوكي ف راح يعطينا هذا السؤال مثلا مية وخمسة وأربعين بوت أربعة عشر وثلاثين هذا موجود أنا حاليا ما ندري موجود أو لا شو راح نسوي نباو على أول اثنين باعتبار أن هذا كلاس شنو كلاس بي أول اثنين كلها مشابه مش تمام نباو على اللي بعده اثنين وثلاثين 32 هذا الرينج المنو هاي الشبكة اللي هو يعتبر من واحد الى انا عندي 64 يعني 63 او 62 متاحة فهذا الشبكة راح تاخذها عمي عادية صارت اوكي ف الاي بي اللي انطاني اياه هنا 32.78 من اللي حيقدر يوصلني الى احد مثلا لو انطاني راوتر عفوا يعني لو انطاني اي بي مثلا قال 100 تمام المية من حيوصلني هذا المية وثمانية وعشرين إلى الأربعة وستين أكيد هذا الأربعة وستين لأن من ضمن الرينج مالته إذا قال لي مثلا مية وثلاثين من هو هذا إذا مثلا قال لي مثلا مية وخمسة وتسعين هذا تمام إذا قال لي مثلا أربعة عشر أو غيره هذا إذا قال لي مثلا بداية الأي بي مية أو مية وعشرين هذا موجود عندي فمن حيودي على الـ default روتين اوكي أو يعني عرجت اوف الإنترنت راح يحولني مباشرة مثلا عندي هسه هنا اعطاني سبعة سبعة واثنين وعشرين عندي انا هنا شبكة اسمها سبعة ماكو اذا من راح يوديني على الديفولت راوتر مباشرة اوكي هذا خلاص استعد الاول اللي فهمناه انه راح يجينا ستوري شلون انه عندنا رسم ويريد ما عندنا الجدول هذا ملخص اللي كل حكيته رغم انه صار بالاكثر من دقيقة المهم السؤال الثاني ممكن يجينا خلينا ناخذ هذا داخل طبعا يسموه كلاس فول اللي يعتمد على كلاس اي وكلاس بي وكلاس سي هذا لا كلاس اللي يعتمد على السب عفوا السايدر نفس الحالة بس ناسا عندي شيء اسمه الماسك والباقي نفس الجداول النيتورك ادريس والنكست هاب والانترفيس كلها نفسه بس هنا عندي شيء نضاف اللي اسمه الماسك نفس الحاله مثل ما ضاف عندي هناك السايدر اوكي انطانا هذا الشكل وايضا نفس السؤال انه لازم نطلع الجدول من عنده شو راح نسوي الحاله هنا راح نبدا باكبر ماسك عندنا اكبر سايدر اللي هو هذا ال 26 راح نكتبه اول شيء تمام وبعدها ننزل تنازليا نحل باقي الشبكه 26 وراها 25 وراها 24 ورا 22, 22 واخر شيء يبقى عندي الديفولت ثانيه تعتبر كلهن دايركت باستثناء هذا انديركت هذا انديركت كل حيودي لي عليه اللي هو 180 تمام 0.70 هذا هو عليه ان علي مباشره فالجدول الماوتر الاول ايش حيطلع لي انه كلتهم دايركت واكتب وياهن السايدر مالته باستثناء الديفولت راح يجي عن طريق النكست هاب يا هو 180.70.65.200 وهذا سايدر وياه سايدر هنا محتاج يعني حل بس احتاج الاي بي اللي حيوصلني عليه تمام واهم فقره الانترفيس اللي حيطلعني له هذا عن طريق الام 2 راح يوصلني للديفولت وهذا طبعا هنا مكتوب ام 3 بس اعتقد هي صار بيها خطا هنا موجوده اوكي هذا ام 0 ام 1 ام 2 وهذا ام 4 أو عفواً تو تمام ، هنا مثلاً طالع هذا السؤال مية ، طبعاً هذا الشغل إللي بداخلنا كلية هذا يخص الراوتر ، إحنا شغلنا دايركت حيصير انه أعرف هذه الشبكة موجودة ، أضيفها مو موجودة ، ما علي بيها ، بس عندي مثلاً 201 وواحد على نفس الشكل هذا عندنا 201 وواحد ما عندي عفواً لا موجودة سوري ، بوينت أربعة. 0.4 اذا هذا موجود عبرنا عليه مباشرة عن طريق منه الـ 3 فاذا نتأكد من الحل هنا قال لي؟ قال لي يوصلني عن طريق الـ 3 انه طريق صحيح اوكي يعني اذا كنا نحاول به نلقاه 18.24 نرجع على الرسم عندنا هنا أنا نت ريتشي ما موجود فمباشرة راح تطلع لي عن طريق الان تول انتربرايز او عن طريق النكست هاب هذا راح يوديني لمن للاي بي الموجود عندي وهذا السؤال لان تمام فوين قال لنا عن طريق الـ default router يودينا ممكن السؤال جينا بهذا الشكل ايضا انه راح ينطينا جدول احنا اذا عرفنا نطلع الجدول عن طريق الرسم فهسه عمليه عكسيه ممكن يعطينا هذا الشكل فهذا راح ارسمه مباشرة قدامكم حتى تساعدكم فكرة الرسم مالته شلون انطاك هذا الجدول وقال لك حول لي الى تيبولوجي او رسم شو راح تسوي اول شغلة دائما نسويها نرسم الدايركت حتى نخلص من لأني لان يعتبر دايركت شو عرفت دايركت لان انا ما عندي نكست هاب الهن وبعدها ارجع ارسم شنو الراوترات البقية اللي راح توصلني اوكي فانا حاليا مثل ما نطالب السؤال قال لي انه هذا السؤال اشتغل عن طريق راوتر واحد ارسم لي هذا الـ وهذا الجدول اوكي انا حاليا عندي R1 هذا R1 اوكي شنو عندي Direct متصل عندي عن طريق الام M0 فاقول له من هنا M0 شنو عندي هذا الشبكه فارسم بنانه الشبكه 110.70 110.70 .0 .0 اوكي وبعدها عندي عن طريق الام 1 ايضا شبكه ثانيه اللي هي مية وتسعين بوينت سبعتاش بوينت صفر بصفر اوكي وعن طريق الام تو من هنا نقول له ام تو من عندي مية وثمانين بوينت اربعتاش بوينت صفر بوينت صفر اوكي هسه خلصت من الشبكات مباشرة شنو بقى عندي هسه بقى عندي الاندايركت والديفولت راح نجي على Indirect هذا الام2 اللي هو وين هذا هذا معناها اكو راوتر ثاني ما دام عندي next هاب فشلون راح اوصل له راح اقول له من انا عندي راوتر ثاني يعني مثلا r 2 اوكي من اللي حوصلني اليه انه بعد الشبكه مباشره اللي هو 180 بوينت خمسة أوكي هذا وصلني إلى مباشرة على هذا اللي هي مية شبكة مية وأربعين وقلنا من مية وأربعين بوينت ستة أربعة طبعا هنا المفروض كبير عن السايدر مالتهم بس على مود يعني السرعة هنا نعم مثلا جيت عندي سايدر مالته ستة وعشرين يعني ما يحتاج كم بقية واضحة يمكم اوكي هسه هذا خلصنا وهذا خلصنا وهذا, خلصنا وهذا خلصنا وهذا خلصنا وهذا خلصنا نجي على هذا الام ون ايضا نحط براوتر، راوتر فنطلع من هنا نقول هذا راوتر ار مثلا ثري اوكي راح يوصلني بشنو يوصلني بهذه الشبكه هي مية وثلاثين بوينت اربعة بوينت ثمانية بوينت صفر من اللي حوصلني لها هذا النكست هاب اللي هو مية وتسعين دوت سبعتاش دوت ستة دوت اثنين طبعا هذا غلط الدكتور المهم اللي هي تمام شنو بقى عندي سايكلت بقى عندي الديفولت الديفولت من حوصلني له حوصلني الام صفر فمن انا راح لا اقول هذا لا. الشبكة الامسك فر انترفيس توديني على الديفولت على الديفولت أو على الفور اللي على أوكي من يوصلني له يوصلني له طبعا أنا ستة هذا شقد مية وعشرة بوينت سبعين بوينت أربعة بوينت ستة العفو هذا اخطأت بيه هذا المفروض ديفولت او ريست ديفولت سميه ريست اوكي او في انترنت نرجع الرسم هذا نفسه عندي ال M1 دايركت صار لل 3 نفسهن هذا عن طريق ال M1 وصلت لي للشبكة 130.4 عن طريق من هو؟ عن طريق ال Next Hub هذا نرجع على الرسم وما نرسم مثل ما هو موجود لكن نفس الفكرة نفس المعطيات نرجع على M2 هذا وصلني لل 64 الام 2 وصلني ل 64 اوكي عن طريق انترفيس أول الخمسه هذا الخمسه تمام نجي اللي بعده هنا نفس الحاله آه بس خلينا ننتبه على العناوين هنا ل... يعني رسمناهم مباشره هذا الادريس آه... aggregation اجريجيشن هنا شنو اللي صار عندي انا حاليا بالروتر الاول فمثل ما تعودنا انه ذلني كلهم دايركت رسمناهم مباشرة وحطينا الانترفيس مالتهم انا نلاحظ ان هذه النقاط متقطعة هذا يسمينا الديفولت راوتينج بس هذا الراوتر راح يقدر يوصل هنا مباشرة يعني غير هذا الحال مثلا اذا انشد بالار2 محتاج الشبكة من ذني الموجات هنا انا ما اقول له ما موجود فدنا عندي لا عندي اتصال وياهم عن طريق من هو؟ عن طريق الام نعم صفر زين راح تشوفون هنا عندي ماسك 24 هنا ولا واحد بين 24 راح انتبه انه هنا عندي الاي بي هو اوكي متشابه نوعا ما كبدايه لكن هنا صفر هنا 64 24, يعني هنا 128 192 هذا كل شيء يوحي لنا انه انا عندي شبكه واحده صار بيها سمنتنج لاكثر من هوست فالمفروض عندي اني كهذا الجدول لأن المعلومات كلهن اقدر اوصل لهن بهذا الجدول بس حس علي شيء مطول فقالوا خلينا نختصر شلون قالوا انه حيسوي عمليه السيمولايزيشن اعتقد اني شرحتها في بشكل سريع بس هسه راح اوضحها لكم اكثر هذا العمليه شو نسوي انه راح ناخذ الاي بي نحوله الى باينري للكل ولحد ما وين موجود عندي مشابه مش اوقف لما يصير اختلاف اهمله ورجع اصلا اللي هو صفر او شو اقول اكثر شيء مش شابه يعني اغلب شيء يصير صفر لان يصير باختلاف اوكي ودخله هنا واخلي ويا عمليه الماسك اعتقد هذا الكلام نوعا ما مفهوم حاليا راح ناخذ عليه مثال ونشوف يعني هذا شلون صار كامل نفتح الحاسبة على السرعة أول شغلة خلينا نجيب ال النوت باد نحول ال عند ال 140 بال binary شنو هذا ال 140 ننسخه نحط نقطة على مختصر الوقت بما ان كل مبادرات 140 نكتب 140 للكل نرجع على الثاني اللي هو شنو 24 بما انه كلهن 24 فايضا هذا هنا نقطة 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 طبعا هنا تعرفون تحاولوا إذا ما تعرفونها ورا ما أكمل أعلمكم طريقة أسهل ولو أكيد يعني مستحيل ما تعرفوها بس يعني لربما أوكي نجي على السبعة يعني هنا عندي يصير أربع وهذا الرقم إذا نلاحظ هنا كلها متشابه هنا أحس عندي اختلاف الأول صفر بس عندي هنا ثمان صفارة الثاني أربعة وستين صار الوقت ستة أربعة وراها مية وثمانية وعشرين وبعدها مية واثنين وتسعين تمام انا هنا كان عندي السايدر وعشرين لكن هنا حسوي عمليه تبسيط انا مود ما يحتاج اعيد الجدول هذا كليته واخليه بالجدول مال الراوتر الثاني يعني هسه انا اوكي اذا احتاج شبكه عن طريق الام 0 راح اوصل لهذا الراوتر واخذ الشبكه اللي اريدها او اللي اريده تمام فليش أكرر كل ساعة؟ أقول له الأم صفر راح يوصلني لهذا الراوتر وأخذ من عنده المعلومات اللي أريدها. بس هذه الأربعة وعشرين شلون طلعت؟ راح نجي نقول إنه هذا كليته مشابه مش باعتبار إنه شبكة واحدة لحد الرقم سبعة. كل مشتركات في هذا الشيء. هنا صار عندي اختلاف هنا صار عندي صفر صفر، هنا صفر واحد، هنا واحد صفر، هنا واحد واحد. هذا ما دام اختلاف، هذا كليته راح أحذفه. أسوي عملية عندي بين قوسين. ما دام عملية عندي قوية كلها حتصير صفر. لان عندي هنا كل اصفاره اوكي فراح اجي احسب هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر عشر عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين تمام هسه من الأربعة وعشرين هاي منين جتي اللي هي احنا عندنا هذا ثمانية بثمانية ستة عشر بثمانية أربعة وعشرين كل من اوكتيتا واحد اوكي فطلعنا ال هسه نحاول هذا نسوي عمليه لاندنج هذا كل ثاني يجي نفسه باستثناء الاخير بما انه هي ضرب كله راح يصفر فشو يطلع عندي يطلع عندي الاي بي جديد اللي هو 140.24.7.0 والسبنت ماسك اللي عدينا 8 ب 8 16 ب 8 24 طلعنا هنا واضح هذا من راح يوصلني الى راح يوصلني الى الانترفيس الام صفر اما الباقي اللي ما اقدر اوصل لهن اللي هي الديفولت عن طريق النكست هاب ديفولت الأنترفيس ام 1 يوصلني الى ان شاء الله تكون وصلت الفكره مالتك هذا الموضوع ان صراحه بعد ما كملته يعني بس حبيت انه استفادوا من الاوليات ان شاء الله فيديو ثاني راح اشرح هذا الموضوع وتعتبر جهة مادة الامتحان مرة هذا مو داخل هذا ورا كليته عليه اوكي فبس فقط هذا الموضوع اتاكد منه اكثر يعني اشوف الدكتور وهم ان شاء الله اشرح اذا احد ما فهم على الشرح او شيء مو واضح اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله اسوي فيديو مخصص للشيء اللي انتم ما فاهمين بالتوفيق